عبد الله شاهد على انتخابه رئيس للدورة 76 للجمعية العامة للمتحدة. راجي الله التوفيق في مهامك كما تقدم بالشكر معالي السيد فولكان بوروتكير جهودي مبذولة خلال رئاسة الدورة السابقة. وبارك لمعالي الأمين العام للمتحدة على إعادة تعيينه لولاية ثانية في منصبه، مشيدا بالعمل المميز الذي يقوم به لرفع كفاءة مؤسسات الأمم المتحدة ما يحقق أهداف ميثاقها. السيد الرئيس المملكة السعودية من الأعضاء المؤسسين لمنظمة الأمم المتحدة، وهي ملتزمة منذ توقيع على ميثاق سان فرانسيسكو مقاصدها ومبادئها التي تهدف لحفظ الأمن والسلم الدوليين وحل النزاعات سلميا احتراما للسيادة والاستقلال وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. إنما يواجه المجتمع الدولي اليوم من تحديات تتطلب تعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف، فقد أثبتت جائحة كورونا أن الطريق إلى تعافي المستدام يعتمد على تعاوننا جميعا في إطار جماعي. وقد قامت المملكة العربية السعودية بدور حيوي في قيادة الاستجابة العالمية لهذه الجائحة من خلال رئاستها للمجموعة 20 العام الماضي، ودعمت المملكة الجهود العالمية لمواجهة هذه الجائحة بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى تقديمها 3 مليون دولار لمساعدة جهود الدول في التصدي للجائحة. رغم الصعوبات الاقتصادية، من المملكة العربية السعودية مستمرة في الالتزام بدورها الإنساني والتنموي الكبير في مساعدة الدول الأكثر احتياجا وتلك المتضررة من الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية، وهي أكبر دولة مانحة للمساعدات الإنسانية والتنموية على المستويين العربي والإسلامي خلال عام 2021، من أكبر 3 دول مانحة على المستوى الدولي. وتحرص المملكة على تعافي الاقتصاد العالمي، وهي ما يتجلى في الجهود الريادية التي بذلتها بالتعاون مع شركائها في تحالف أوبك بلس وفي إطار مجموعة 20 لمواجهة الآثار الحادة التي نجمت عن جائحة كورونا، وذلك لتعزيز استقرار أسواق البترول العالمية وتوازنها وإمداداتها على نحو يحفظ مصالح المنتجين والمستهلكين. السيد الرئيس، تدرك المملكة أهمية تضافر الجهود في سبيل مواجهة التحدي المشترك الذي يمثل التغير المناخي وآثار السلبية. من هذه المنطقة قدمت المملكة مبادرات نوعية تهم المنطقة والعالم، أبرزها مبادرات السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر والاقتصاد الدائري للكربون، التي من شأنها تقديم مساهمة فاعلة ومؤثرة في تحقيق الأهداف الدولية في هذا المجال. إن جوهر رؤية 2030 التي تبنتها المملكة هي تحقيق الازدهار صناعة مستقبل أفضل، يكون اقتصادنا رائدا ومجتمعنا متفاعلا مع جميع العالم. ولقد قطعنا أشواطا كبيرة من خلال السنوات الخمس منذ إطلاق هذه الرؤية الطموحة في دعم الصناعات المحلية وتطوير البنية التحتية وتقنيات الاتصالات وحلول الطاقة والاستثمار في قطاعات
عدة، بالإضافة إلى تمكين المرأة والشباب وتحسين جودة الحياة للجميع. ومن هذا المنطلق فإن السياسة الخارجية للمملكة تولي أهمية قصوى لتوطيد الأمن والاستقرار ودعم الحوار والحلول السلمية وتوفير الظروف الداعية للتنمية المحققة تطلعات الشعوب نحو غد أفضل في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم أجمع. وتدل ذلك في جهود المملكة لرعاية اتفاق بين أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومساهمتها الفاعلة في مجموعة أصدقاء السودان ودعم العراق في جهود الرامية لاستعادة عافيته ومكانته. كما تدعو المملكة بقوة الجهود الرامية لحل سلمي لمشكلة سد النهضة لما يحفظ حقوق مصر والسودان المائية والحلول السلمية برعاية الأمم المتحدة لأزمات ليبيا وسوريا وجميع الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان وتطلعات الشعب الأفغاني وضمان حقوقه بجميع أطيافه. السيد الرئيس، نؤكد على أن السلام هو الخيار الاستراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط عبر حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. إن مبادرة السلام في اليمن اللي قدمتها المملكة في مارس الماضي كفيلة بإنهاء الصراع وحقن الدماء ووضع حد لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وللأسف ما زال ميليشيات الحوثي الإرهابية ترفض الحلول السلمية وتراهن على الخيار العسكري للسيطرة على المزيد من الأراضي في اليمن، وتعتدي بشكل يومي على الأعيان المدنية في داخل المملكة وتهدد الملاحة الدولية وإمدادات طاقة دولية وتستخدم ميليشيات الحوثي معاناة الشعب اليمني وحاجته الملحة للمساعدة الإنسانية ومخاطر الناتجة عن تهالك الناقلة صافر وأوراق المساومات والابتزاز. السيد الرئيس، تلتزم المملكة دوما بمبادئ وقرارات الشرعية الدولية وتحترم السيادة الوطنية لجميع الدول وتؤكد على عدم التدخل في شؤون الدول الداخلية، وتحتفظ المملكة بحقها الشرعي في الدفاع عن نفسها في مواجهة ما تتعرض له من الهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والقوارب المفخخة، وترفض بشكل قاطع أي محاولات للتدخل في شؤونها الداخلية. إيران دولة جارة، ونأمل أن تؤدي محادثاتنا الأولية معها إلى نتائج ملموسة لبناء الثقة والتمهيد لتحقيق تطلعات شعوبنا في إقامة علاقات تعاون مبنية على الالتزام بمبادئ وقرارات الشرعية الدولية واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ووقف جميع أشكال الدعم للجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية التي لم تجلب إلا الحرب والدمار والمعاناة لجميع شعوب المنطقة. تؤكد المملكة على أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع الأسلحة الدمار الشامل
ومن هذا المنطلق تدعم المملكة جهود دولية الهادفة لمنع إيران من تطوير سلاح نووي، وتعبر عن بارك قلقها من الخطوات الإيرانية الناقضة لالتزاماتها والمتعارضة مع ما تدعمه إيران دوما من أن برنامجها النووي سلمي. تستمر المملكة في التصدي للفكر المتطرف القائم على الكراهية والإخفاء ولممارسات الجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية التي تدمر الإنسان والأوطان، وتؤكد المملكة على أهمية وقوف المجتمع الدولي بحزم أمام كل من يدعم ويرعى ويمول ويؤوي الجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية ويستخدمها وسيلة لنشر الفوضى والدمار وبسط الهيمنة والنفوذ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.